زين العالم منتشر الحصروني. اذا اخذنا بالمقياس بحصرون في عنا حوالي 8000 مقيم بكل لبنان، بينما بالاغتراب المنتشرين بالعالم بحدود 45000 حصروني ومن اصل حصروني. وفي عنا جمعيات بكل بلدان العالم. اذا بدنا نجي نقول اذا اجينا على ديترويت في عندك جمعية تأسست سنة 1906، نفس التاريخ أسست جمعية بكوبك كندا كمان بنفس التاريخ سنة 1906، وكان عملوا نشاطات وعمروا بيوت حلوة بحصرون. مؤسسات منهم هي اللي اليوم بتنعرف بمدرسة السيدة بحصرون أو مدرسة الأنطونية، هذا من الاغتراب. أو عندنا شارع بحصرون هو باسم المغتربين. إذا جينا لبيوت القديمة بنلاقي معظمها معمرة من الاغتراب، أو البيوت الحديثة الحلوة كمان من المغتربين وللمغتربين بحصروا. أستاذ جان، أنا بذكر قدام كل الناس وبكل فخر إنه حصرون حتى بالأيام الصعبة كانت رمز التعايش والمحبة بين جميع الطوائف، وكانت وظلت رغم كل شيء مركز اصطياف لجميع الناس. بحب إنك أنت بذاتك تحدثني عن هالظاهرة. يا سيدي، جمعية ترويج الاصطياف هو هذا دوره انها تدل ولا الفخر لما بيقولوا انه الاصطياف والمحبة، وكأنه بحصرون ما مرق حرب. يعني كان عندنا من طرابلس مثلا موجود معنا كل فترة الحرب، واللي هن كانوا معززين اكثر من الحصارني. وفيني اذكر منهم مثلا الاستاذ احمد ديبلسي اللي هو عاش كل فترة الحرب بحصرون، وبعض المصطفين اللي هن كانوا مرتاحين أكثر ما يكونوا بأي محل تاني. بحصرون ما صار أي مشكل، ما صار أي حادث، ما صار أي حصرون بلد التعايش والمحبة. هلا حدثنا شوي عن حصرون المقيمة، بدي تحدثني عن هالرجالات العظام يلي عطيتهم حصرون. يا سيدي، إذا جينا نحكي عن الجمعيات اليوم، نحن بأستراليا مثلا في عنا الجالية الحصرونية والجمعية الحصرونية اللي هن اشتغلوا أحسن منا بلبنان. اليوم بأستراليا بيعرفوا كان في حصروني وكان في من أصل حصروني، وكان حصروني عاطل عن العمل ووين موجود كل إنسان عنده هون بينزل العرق ومنسقعها مظبوط ومنظبطها ومنسويها ومنشرب منطلع عرقات حلوين ومنشربهم ومننبسط ومنقول كاسك يا حلوة. بس العادات اللبنانية العريقة يلي بعدها محافظة عليها بعد الضياع، في عنا سلق القمح. رح نتحدث مع ام جوزيف تتخبرنا عن سلق القمح. هيدا سلق القمح منسلقه مننقيه ومنصوله ومنسلقه، بعدين منشمسه، بعدين منطحنه، وبعدين مناكل منه كب النية. غير هيك ما في. صحتين. تانشون فيف، فيكي تخبرينا شوي كيف تشيليهم؟ ها عشان القمحات بتحطهم منصولهم بالماء تيروح العفش وتيروح الشيء، وبعدين منصور منحطهم، بعدين منحطهم بالحلة. طيب هلا من بعد ما ينسلقوا شو بتعملوا فيه؟ بعدين منشمسوا ومنطحنوا ومنبعتوا على الطحون، بيصير برغر، بنرجع ناكله كبيني. هلا عم نشوف مع تانشون فيف كيف عم بتشيل القمح من المي تترجع تسلقهم. ما بياكلوه مع سكر هيك حاف؟ بيشيلوه بيفيوه مع السكر. وما فينا ناكله هو عم ينسلق؟ لا، بعد ما يستوي، بعد ما يستوي بتحطي بالكباية سكر، بتحطي القمح وبتاكلي. شيفاش طيب لذيذ. من احلى العادات اللبنانيه هو الخبز يلي بيعملوه بتعمله المره اللبنانيه ببيتها كل يوم. في منهم بيخبزوا على التنور،
ناس بيخبزوا على الفرن وفي كمان بيخبزوا على الساج. مع مدام عبود تتخبرنا شوي كيف تخبز على الساج. اهلا وسهلا فيكن. اول كل شيء تترحب حصرون فيكن وبضيوفنا الكرام. نحن بنعتز فيكن وحصرون تعتز فيكن وفاتحة لكن قلوبها. وتفضلوا كلوا من خبزنا الطري. نحن نخبز على الساج دائما لانه عادة الضياع بيخبزوا على الساج وخبز الساج مشهور. واهلا وسهلا فيكن وتفضلوا شاركونا يا اخواتنا واحبائنا. طيب مدام عبود شو اسمه هذا الحديد اللي هونيك؟ هذا صاج. صاج بيخبزوا عليه على المرقوق. طيب وهي الطراحة شو بتسموها؟ هي كارة.